السلام عليكم. أنكب بأمان مع تطبيق إيجو. تطبيق إيجو خاص بالرحلات، للي حاب مثلا للي ما عنده سيارة، للي ما عنده يعني مشوار أو شيء، أو ما لقى أحد يوديه، فهذا التطبيق يفي بهذا الغرض. قبل ما نبدأ في الشرح، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة كالعادة ليصلكم كل ما هو جديد. صفحتي 3 مساء. واي فاي باك. ايجو، هذا هو ايجو، ندخل عليه. ايجو ايك منيو. طيب عندنا هنا منيو، القائمه الرئيسيه. طبعا الايجو نفس تطبيق بولت، تذكرون شرحت قبل فتره تطبيق بولت، نفس نظام التطبيق ذا خاص بالمشاوير، هو نفس تطبيق بولت. كل هذيك الاسم الاول، الاسم الثاني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، راح نشوفها إن شاء الله معلومات. آيك منيو. ندخل. آيك منيو. معدم. سر. معداتي بصري. سر. ألا أين علامة عبد الله بركات؟ هنا الاسم. 000. هنا رصيد المحفظة. ملف الشخصي. محفظتي. ملف الشخصي. طيب. محفظتي. هنا المحفظة. عندنا ملف الشخصي. الدفع. عندنا الدفع. رحلاتي يعني. رحلات اللي رحت فيها، أو اللي كنت رايح لما، أو يعطيك تفاصيل الرحلات اللي أنت رحت فيها في التطبيق. الجوائز. مساعدة. تطبيقي أساعة. مساعدة. الأعدادات. اللغة. Icon not Ic vehicle categories. سر. وإلى آخره من. سر. Ic men. سر. ألا عبد الله. Zero. ملف محفظ. ملف الشخصي. سر. ما قلنا. عبد الله بركات. Zero. بركات. الاسم الأخير. الاسم الأخير. بركات حقل النصب. بركات عبد الله. وعبد الله. عبد الله بركات يعني. جنس تاريخ الميلاد. الجنس تاريخ الميلاد. النون حقل النصب. البريد الإلكتروني. والبريد الإلكتروني. رقم 05. كلمة 7. شير برو. شير الرمز مع عبد الله. وهنا عشان شارك الرمز إذا تحب، كود خصم إذا شاركت على تطبيقات التواصل الاجتماعي وقاموا بتحميل هذا التطبيق، يجيهم أيضا على وهو كود خصم. طيب ملف الشخصي. عنوان ايك باك ايرو. زر. يعطي اجر. ايك منيو. ايك زر. ايك منيو. ايك منيو. مع زر. ايك زر. زر. الا اين عبد. زر. ملف محفظة. ادفع. المحفظة اذا كان فيها رصيد يعلمك هنا بالمحفظة. محفظتي. ادفع. الدفع طبعا طريقة الدفع. ادفع. ايك محفظتي. زيرو زيرو. زر ريال. زر تبديل. ريال. زر ريال. زر تبديل. تشغيل. بتفعيل المحافظة سيتم خصم المبلغ من المحافظة أولا. طرق الدفع. نقد. طرق الدفع نقدي. إضافة طريقة. زر. زر. نقدر نضيف إضافة طريقة نقد جديدة أو إضافة طريقة دفع، منها أبل باي وإلى آخره من الأشياء هذه. أدفع. طيب. I back arrow. I back arrow. يعطي باك. I menu. زر. زر. ألا أين علامة السؤال؟ آخر شيء تبقى لنا، طبعا في أزرار غير منطوقة، لا أعرف إيش محتواها، لكن Icon notification. ألا زر زر فتح كتابة باليد ملاحظة اللاصقة. Ic menu. زر فتح كتابة اختر سوف اختر على الخريطة. ICX. الموقع الحالي حقل مسح النصي. هذه أفضل أيضا إلى أين. الزر ICX. الأول. زر إغلاق. طيب رجوع. الزر الثاني. زر زر. ألا أين على. Icon notification. Ic vehicle. مو منطق. زر زر السابق حوالي. طيب هنا عندنا السابقة. السابقة رحلات السابقة اللي أنا رحت فيها قبل. حوالي. وحولي. المفضلة. والمفضلة. المفضلة. المفضلة إذا في أشياء في المفضلة أنت حاطها تطلع لك في المفضلة. وحولي الأشياء اللي موجودة حولك. تمام؟ أنا الحقيقة ما جربت التطبيق ولكن حبيت أشرحه لكم. وهو تطبيق يعني أشوفه يعني رخيص وسعره معقول. آيك منيو. زر. زر. ألا أين علامة السؤال؟ إلى أين؟ مثلا؟ حقل النصي. جارية التحرير. ألا أين؟ مسح النصي. الموقع الحالي. حقل النصي. الموقع الحالي اللي هي الوجهة أو الموقع اللي أنت فيه. نحط مثلاً. باب. باء. ألف. حب. الموقع. س. حب. الموقع. باء. باء. راء. راء. ياء. ياء. دال. دال. حف. داء. مر. داء. بريدة مثلاً. ICX. بريدة. مسح النص. ألا أين علامة السؤال؟ حقل إلى أين؟ نختار مثلاً. نقطة الادخال. سين. سين. ألف. ألف. باء. داء. داء. كاف. ألف مقص. واو. واو. تمام. تمام. مثلاً سابتكو. اختر على الخريطة. مسح النص. سوف أخبر سابتكو. سب. Ic back arrow. سب. بريدة. Ic vehicle category. سر. خلاص. Ic vehicle categories location ICO. سر. Egros. لشخصيات الهامة.
عندنا هنا عندنا هنا عده فئات للشخصيات العام الهامه للرحلات اليوميه للرحلات اليوميه اي جروز هنا للشخصيات العامه 14 18 اي كروز للرحلات العائليه 10 14 23 طبعا 29 اكيد 10 14 اسم للشخصيات العامه اي زر اي فيكل اي باك اير اي باك اي زر اي جروز للشخصيات العامه اسم 10 14 اي كروز للرحلات العائليه اسم 10 14 اي كلاس للرحلات اليوميه للرحلات اليوميه للرحلات اليوميه اسم 23 29 تاكيد زر اي باك اي فيكل زر تاكيد زر مثلا لو نعطيك تاكيد 3 دي توب اي باك اير سكوير اي فيكل كاتيجوري زر زر رحله امتعه تاكيد زر تاكيد امتعه رحله صامته زر بالزر اي فيكل رحله صامته امتعه تاكيد زر لو نعطيك تاكيد مباشره راح يطلب لنا الرحله نحط تاكيد للتجربه فقط الغاء الرحله اذا في كباتن من حولي الغاء الرحله تطلع لي الغاء الرحله راح تطلع لي اللي هي الكباتن راح تجيني رساله يعني الغاء الرحله تمام لو نحب ان نلغي نضغط الغاء رحله تاكيد امتعه رحله زر اي في سكوير اي باك تاكيد اي باك ايرل هذا هو التطبيق تاكيد موقع اي باك ايرل ان شاء الله يعجبكم اي باك ايرل وينال على اعجابكم اي فيكل زر اي كروز للشخصيات الهامه اي كروز طبعا هنا عده فئات مثل ما قلنا للرحلات العائليه اي 14 8 اسم للرحلات العائليه اي كروز 14 8 اسم 10 14 10 14 اي كلاس نقدر نحدد الفئه للرحلات اليوميه اي فئه نبغاها نقدر نحددها هنا ونطلب هذه تمام طريقه اضافه طريقه الدفع من نفس اللي هو الاعدادات او من نفس المنيو او قائمه المنيو تاكيد 20 اي باك 23 29 اسم للشخصيات بس هذا هو التطبيق الشاشه الرئيسيه وصلت معكم لنهايه الفيديو ارجو انه يعجبكم ويا ريت تضغط على لايك وتشترك في القناه تحية طيبة للجميع